مشاهدي بلقيس اينما كنتم اهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من برنامج المنصه. المجاعة والنزوح سيفان التقيا في جسد المواطن اليمني جراء الحرب الدائرة في البلاد منذ 4 أعوام، وزاد توغلهما عاما بعد آخر حتى بلغ عدد المهددين بالمجاعة حسب منظمات دولية 14 مليون مواطن بينهم 5 ملايين طفل. احتل اليمن المركز الثالث عالميا من حيث النزوح بعد سوريا والعراق، فبلغ عدد النازحين خلال العام الماضي فقط قرابة 160 ألف حالة نزوح بحسب المجلس النرويجي للاجئين، فيما وصل عدد النازحين بشكل كلي منذ بداية الحرب إلى أكثر من 3 ملايين و100 ألف شخص، من بينهم 2,200,000 مشرد في الداخل. في حلقة هذا الأسبوع من برنامج المنصة سنناقش محورين متعلقين بالنزوح والمجاعة، حيث سيكون المحور الأول عن المناطق التي تشهد مجاعة شديدة، أين تذهب المساعدات الإغاثية والإنسانية المفترض وصولها إليهم. في المحور الثاني سنناقش قضية النازحين ودور المنظمات الإنسانية والمبادرات الشبابية الخيرية وأفراد المجتمع تجاههم، وما أبرز أوجه المعاناة التي يمر بها هؤلاء النازحين، خصوصا مع دخول فصل الشتاء والفساد الذي يشهده الوسط الإغاثي لدعم النازحين، وما العوائق التي تقف أمام العاملين في مجال إغاثة النازحين من مبادرين وعاملين في منظمات إنسانية. قبل البدء باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم نتابع التقرير الذي أعده الزميل عمر النهمي حول الموضوع. ملايين الأطفال لا يعرفون متى ستأتي وجبتهم التالية أو ما إذا كانت ستأتي، هكذا تبدو أغلب التقارير الصادرة عن المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية في وصف الحالة التي وصلت إليها البلاد من مجاعة شديدة، أكبر أزمة إنسانية في العالم حد وصف الأمم المتحدة تعيشها اليمن، حيث يوجد ما لا يقل عن 8 ملايين شخص على حافة المجاعة، منهم 5 ملايين طفل. وبحسب المنظمة الأممية أيضاً، فإن 3 من بين كل 4 من سكان اليمن بحاجة لمساعدات غذائية. في العام الأخير من الحرب وصلت المجاعة إلى أعلى المستويات، حيث شهدت بعض مناطق البلاد مجاعة حادة دفعت بسكانها إلى تناول أوراق الشجر، كما حدث في منطقة أسلم بمحافظة حجة ومنطقة الأزارق في محافظة الضالع. أسباب المجاعة هي الحرب الدائرة في البلاد منذ 4 أعوام، وما شهدته من حصار داخلي من قبل ميليشيا الحوثي وحصار خارجي من قبل التحالف، والقيود التي فرضت على الواردات ما أدى إلى تفاقم الحالة الإنسانية الصعبة. اتهامات المنظمات الدولية ألقت المسؤولية بشكل أكبر على التحالف من خلال تأخير وصول السفن المحملة بالوقود وعرقلة نشاط الموانئ. في المقابل قامت ميليشيا الحوثي بمنع ومصادرة المواد الغذائية والإمدادات الإغاثية وعرقلة وصولها إلى المواطنين، كما فرضت قيودا مشددة على العاملين في مجال الإغاثة وتدخلت في إيصال المعونة. هذه الإجراءات دفعت القائمين على العمل الإغاثي إلى التوقف عن تقديم المعونة اللازمة وتعطل نشاطهم في بعض المناطق بسبب هذه القيود، الأمر الذي أسهم كثيرا في تدهور وضع السكان المدنيين. لم يتوقف الأمر على الحصار الداخلي والخارجي من قبل ميليشيا الحوثي والتحالف في تفاقم المجاعة، فقد زاد الأمر سوءا توغل الفساد في الوسط الإغاثي، حيث تم بيع المعونات الإغاثية ولم تصل إلى مستحقيها، كما صدرت الكثير منها من قبل الميليشيا الإنقلابية. إذن تابعنا التقرير حول الموضوع، بداية لدينا اتصال من محافظة إب نصر العفيف، أهلا بك نصر. أهلا أستاذ سامي. نصر، في البداية لو تصف لنا الحالة المعيشية للناس والمواطنين في محافظة إب وفي مشاهداتك، لأي حد هناك تضرر وربما هل يمكن القول أن إب تشهد مجاعة؟ في البداية نشكر قناة بلقيس وطاقمها وكل الإعلاميين فيها على هذه الاستضافة. في الحقيقة هناك وضع مأساوي جدا في محافظة إب، وهناك مناطق تعاني من فقر شديد ومأساوي. هناك مناطق تقليدية لم تصل إليها المنظمات ولا المساعدات الإنسانية، مثلا منطقة حجر العدين والقصر، كمديرية القصر تنادي الضمائر، وهناك مأساة أكبر من أن نتكلم عنها لبضع كلمات والفكرة. كمديرية القصر ليس عليك إلا أن تحط القاف محل الكاء وتقدم الكاء محل القاف عينها، عليك أن تدرك أن هذا هو الاسم العربي لهذه المنطقة النائية. طيب هناك في القصر
هناك فقر مبتدئ لما الأرجاء والمرجاءة المفرطة مناطق كثيرة وأنت تجربها تكاد لا تصدق ما ترى ولن تكون تتوقع لأن حياة غير يعيشها الإنسان يعيشها هؤلاء ونحن في عام 2018 33 ألف أسرة تقتات وفيها من تبيرات المديان بسبب رمق فيها الذي يجعل في بطون أبطالها خيرهم يصبح هذا من دفن تحكمه معاي شليلة والطبقية هناك هذه المديرية فاتت مفتنة للفقر والبجاعة. طيب ناصر هناك يعني حديث عن عمل إغاثي وإنساني بهدف إغاثة الناس في عموم محافظات اليمن في هذه المناطق التي أشرت إليها أنها تشهد مجاعة ربما ووضع سيء بالنسبة للمواطن هناك، هل تصل المساعدات الإغاثية إليهم؟ من خلال عملي وخبرتي في الأعمال الإغاثية من بداية الحرب مارس 2015 إلى الآن لاحظت أن الإغاثة لا تصل كلها إلى المستاجرين. المنظمات الدولية والمحلية للأسف الشديد لم تنجح في القيام بدورها الإنساني على أدنى الوجه تجاه المحتاجين والنازحين والفقراء الذين تضرروا من الحرب، وذلك لعدم عدة أسباب منها أن أغلبية المنظمات أصبحت دورها ربحيا وتعاون الاستفادة والترزق من هذه الحرب. هناك تلاعب كبير في توزيع مخصصات الإغاثة وفعل الكثير من المنظمات الدولية بالإضافة إلى تلاعب مأهول لتوزيع ما يصل من مواد إغاثية للمواطنين، فأغلب العاملين في هذه المنظمات يشكلون مافيا دكتاتورية وإقطاعية محصورة في عصابات وشلل محسوبية وأسرية. طيب نصر أنت تتحدث عن وجود تلاعب في إيصال هذه المساعدات لمستحقيها، ما أشكال هذا التلاعب؟ يعني ما الذي يحصل ومن قبل من؟ هل الجهات المحلية أو المنظمات الدولية؟ يعني في المناطق القريبة من كيف يتم التوزيع وإيصال هذه المساعدات؟ هل عن طريق وكلاء محليين أم المنظمات من خلال أفراد تابعة لها تقوم بإيصال هذه المساعدات؟ مثلا لو تم حفظ جميع الحالات التي تطلب في المستفيدين داخل المحافظات وحفظها في جهه واحده سنجد ان عدد كبير من اصحاب الحالات يستفيدون من اربع او خمس او ست منظمات، ونجد ان الاسر التي تعيش حاله وضع صعب لا تصل اليها اي شيء، فهناك تلاعب وجني ارباح من ورائها ويتم الرد لغير الفئه المستهدفه من المجتمع، وان اسماء تم رفعها ويتم التذرع انها سقطت سهوا فيما الحقيقه انه تم استبدالها باسماء وهميه ويتم تقاسمها بين العاملين وبين عقال وهناك ايضا تلاعب جديد عن طريق عقال الحارات الذين بدورهم يقومون بتوزيع كميه بسيطه منها فيما تنفع البقيه معروفاتهم للأصدقاء والمعارف أو طباعة الأسواق السوداء ذات عالم جديدة. شكرا جزيلا لك نصر العفيف من إب، ولدينا اتصال الأخ محمد عامر من تركيا، أهلا بك محمد. إلى أي حد يمكن التعويل على المنظمات الدولية والمنظمات المعنية بالعمل الإغاثي اليوم بإغاثة الناس؟ هل تعتقد أن المستحقات تصل إلى المحتاجين فعليا أم ربما يتم التلاعب وتوظيف هذا الملف كغيره من الملفات للأسف؟ أهلا وسهلا بك أخي الكريم، بداية أشكركم على تسليطكم الضوء لهذا الموضوع الهام. بالنسبة للعمليات الإغاثة ونهبها فعلا هناك تلاعب، فعمليات نهب الإغاثة ليست وليدة اللحظة ولا العام الماضي ولا الذي قبله. أنا سأتحدث معك عن عملية نهب الإغاثة من قبل الحوثيين وعن فساد اللجان الإغاثية في المناطق المحررة. طبعا بالنسبة للعملية الإغاثية في المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي فهي لا تحقق تحت سيطرة ميليشيا الحوثي فهي طبعا لا تحقق أهدافها المطلوبة، لأن جماعة الحوثي تقوم بنهبها ثم تبيعها في السوق السوداء وكذلك تستخدمها كوسيله لكسب الولاءات. وطبعا ميليشيا الحوثي ما تقوم به هي توزيع المعونات بواسطه مشايخ وقيادات محليه تابعه لها. وبالنسبه لاساليب او اليه النهب
فتقوم الميليشيات بآليات معينة لنهب المواد الغذائية وبالأخص في المناطق الأكثر احتياجا كمحافظة حجة والحديدة والمحويس. تقوم ميليشيا الحوثي بتنصيب أشخاص هم مسؤولين عن عملية التعامل والتواصل مع المنظمات الإغاثية، فتأتي المنظمات وتعتمد الكشوفات المعدة من قبل جماعة الحوثي وتصرف على ضوئها. منذ أكثر من 3 أعوام وعمليات نهب الإغاثات مستمرة، ولا يوجد أي موقف لمنسب الشؤون الإنسانية المتواجد طبعا في صنعاء. أما أخي الكريم بالنسبة للعملية الإغاثية في المناطق المحررة، طبعا هناك عملية فساد كبيرة لا تختلف كثيرا عما تقوم به جماعة الحوثي. طبعا هناك مساعدات إغاثية كبيرة تصل إلى المناطق المحررة، لكن مع الأسف الشديد لا تصل تلك المساعدات الإنسانية المستحقيها. طيب محمد، الآن إذن هناك توظيف وفساد في الوسط الإغاثي، لا تصل المستحقات إلى مستحقيها، ما الحل وما العمل؟ يعني هل هناك بدائل أخرى يمكن اللجوء إليها حتى تصل إلى مستحقيها؟ أن تقول ربما أنه الميليشيا الحوثي تقوم باستغلالها وتوظيفها خدمة لمصالحها لكسب الولاءات أيضا في جانب المناطق المحررة، ربما يتم نفس ذلك وفق حديثك. يعني ما البدائل باعتقادك التي يمكن من خلالها أن تعمل المنظمات الدولية والمنظمات المعنية بالإغاثة حتى تصل هذه المساعدات إلى مستحقها؟ بالنسبة أخي الكريم لنهب بنشي الحوثي للإغاثات، الحل هو لا مركزية العمليات الإغاثية، اعتماد المنظمات الدولية على مركزية العمليات الإغاثية وبقاء المنظمات في محافظة صنعاء، وكذلك دخول المساعدات المالية فقط من ميناء الحديدة. هذا هو أحد أهم الإشكاليات المتسببة في هذا الفساد. أما بالنسبة للفساد في المناطق المحررة، أعتقد أن الحل هو أن يحاسب القائمون هناك وتكون هناك دوائر رقابية تشرف على عمليات الإغاثة. طبعا هناك في المناطق المحررة هناك ما يسمى بالإئتلافات، ولكل محافظة ائتلاف مخول بالتواصل مع المنظمات الإغاثية واستلام المساعدات ومن ثم طبعا تسليمها لمستحقها. لكن ما يحدث هو أن عدد المستفيدين من المساعدات الإنسانية لا يتوافق مع حجم المساعدات الكبيرة المقدمة من قبل بعض المنظمات. أكثر من أسرة نازحة تواصلت معي يقولون بأنهم لم يتصلوا من المساعدات الإغاثية إلا سلة غذائية أو سنتان خلال عام، وبأن هناك أسر غير مستحقة تستلم إغاثات ومبالغ مالية شهريا، بينما تحرم الكثير من الأسر النازحة المستحقة لتلك المساعدات. وكذلك طبعا يتم بيع المساعدات ايضا في المناطق المحرره امام مرأى المنظمات والسلطات المحليه. اشكرك محمد من تركيا. من تعز لدينا اتصال اخ ابو احمد، اهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام. في المنطقه التي انت متواجد فيها هل تصلكم المساعدات وهل فعلا تصل بانتظام لمستحقيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمنظمات أو المنظمات المدنية أو المنظمات العالمية أو المنظمات، بالنسبة في منطقتنا هنا تكاد أن تكون شبه معدومة أخي سامي. أحيانا ثلث الناس، يعني ثلث الناس الذين يعانون تحت خط الفقر، وليس كل الناس، يعني ثلث الناس الذين تحت خط الفقر. لا يوجد هناك يعني عمل يعني منظمات بشكل في منطقتنا تحديدا في جبل حبشي، لا يوجد هناك منظمات كثيره جدا الا منذ فتره قليله، يعني قد لا تعدي سنه او اقل او اكثر بقليل، لكنها لا تغطي الا اليسير جدا. في المقابل معظم الناس لا يحصلون على تقصير المساعدات او تقصير جدا في هذه المساعدات، ربما تنحصر على بعض المساعدات الدقيق او القمح او الزيت او السكر قليل جدا، لا يمكن ان تاتي بحاجات بعض المواطنين او المواطنين والذين هم تحت خط الفقر اخي ثاني. طيب هل هناك انتظام في ايصال هذه المساعدات؟ هل تثقون بمن يقومون بتوزيع هذه المساعدات؟ يعني من يقوم بإيصال هذه المساعدات؟ نعم. هو
ربما تكون هناك بعض الجهات يعني جهات تابعة للمنظمات أو لبعض المجالس المحلية أو تابعة لبعض أعضاء المجالس الذين يتبعون الصندوق أو لجان مجتمعية تقوم بإيصال هذه المساعدات، تأخذها من المنظمات أو من الجهات التي تصل إليها وتأخذها إلى المكان المحدد لأشخاص محدودين ربما قليل جدا، لا تفي باحتياجات المواطنين الذين يعانون المجاعة، لا تفي باحتياجات الناس الذين يستخدمون الأشياء في المواد الاستهلاكية أو الغذائية، في المقابل لا توجد الأعمال، لا توجد الأشغال، لا توجد منظمات أخرى. لذلك هناك جماعة أو مندوبين أو أقل من مندوبين يستطيعون بإيصال هذه المساعدات من وقت إلى آخر لا في الشكل المطلوب لهؤلاء الناس الذين هم تحت خط الفقر. والسبب أن معظم الناس أو هذه القلة البسيطة الذين قد سجلت أسمائهم قبل سنوات من قبل لجان مجتمعية أو بشكل آخر، ولكن لا يوجد أي زيادة أو ارتفاع أو أي شيء يطمئن الناس على أن يستطيعوا أن يسيروا أوقاتهم أو حياتهم المعيشية. شكرا لك أبو أحمد من تعز، وأيضا من تعز لدينا اتصال الأخ أحمد الشياب، أهلا بك أحمد. في المنطقة التي تتواجد فيها أنت، هل هناك دور للمنظمات الإغاثية فيما يخص توزيع المساعدات، وهل هناك انتظام في إيصال هذه المساعدات، وهل تصل إلى مستحقيها؟ أهلا وسهلا بك أخي شاهين ومستقبل بالخير والعافية. طبعا أولا نريد نوجه قبل ما نتكلم عن المنطقة الإغاثية، ولكن نريد نوجه لذلك كافة الجمعيات الخيرية والمنظمات الدولية أن يقدموا كل من الإنسان لكل الأسر النازحة الفقيرة، ورسالتي لكافة قيادتنا العليا أن يوفرون الدعم الكافي لكافة النازحين في كافة محافظات اليمن، ورسالتي لكافة دول التحالف العربي أن يبذلون الجهد للمساعدات أمام الأسر النازحة والفقيرة، ورسالتي لكافة التجار أن يقدموا كل ما يتردد عليهم لمساعدة النازحين والمحتاجين والفقراء. نقل النازحين متعب جدا عندما يتم نقلهم من منطقة إلى أخرى. طبعا البرد خارف عليهم، والدعم لا يتوفر إليهم، ولا يوجد عند بعض النازحين ما يغطون أجسامهم، ولا يوجد عندهم ملابس كافية لكي تتخطى الآلام والبرد عليهم. نريد التوفير كافة الملابس الشتوية والبقانات الشتوية لكافة النازحين لكي يتم تخفيف المعاناة من البرد الشديد بمثل هذه الأيام في دخول البرد. طيب هذه بالنسبة لاحتياجاتكم، بالنسبة للمساعدة التي تقدم الآن، ما هي هذه المساعدات؟ المساعدة الذي تقدم الآن يتم هذا من أكثر المسؤولين ومن أكثر يعني الأدفين عليها من المحليين، المسؤولون المحليين في استيلاء المعونات والمساعدات هم اللي يبقوا في الأسواق السوداء. طبعا المسؤولين عن النهب هي من فترة كبيرة، والفساد في اللجان المحلية وعقال الحارات، نرجو إنزال لجان مراقبة لتحاسب كافة المسؤولين الذين يقومون باستلام الإغاثات والمعونات. نرجو من الدولة اللي تحت سيطرة الشرعية الضرب بيد من حديد لمن تصور له نفسه في بيع مستحقات المواطنين والمحتاجين والفقراء في مثل هذا الوقت الراهن. طيب أنت لن تشكك بأمانة من يقومون بتوزيع هذه المساعدات، اللجان المحلية وعقال الحارات، ما أشكال التلاعب الذي يقومون به في موضوع المساعدات؟ أشكك ونفس، كيف لا أشكك؟ يستلمون أكثر من بعض التغذية ومن بعض الإغاثات، ولا يوصل الربع ولا أمنع. المنظمات، ولكن عندما يوصل يتم إجراءهم مرتب سقوطهم لأكثر من نصف الكشف. شكرا جزيلا لك أحمد الشهاب من تعز. حول الموضوع أيضا لدينا مشاركات وصلتنا من خلال الواتساب، نستعرضها معكم. بالنسبة
على الإغاثة، وخاصة نحن شريحة من المهمشين، لا توجد لنا باسم خاص المهمشين ولا باسم عام كالمجتمع. نسأل أين دور دور المنظمات واللجنات المجتمعية الخاصة في المجتمع؟ لا نعرف أين تذهب الإغاثات، تباع في الأسواق أو تورد لناس خاصة أو توزع لناس وهيئات منظمات أخرى. بالنسبة لنا خاصة المهمشين نشتري بالريال، لا نعرف أين تصل ومن المسؤول عنها وكيف توزع ولمن توزع. بالرغم من الإغاثات والمنظمات الإنسانية، إلا أنه ازداد الجوع أكثر ما كان قبل الحرب، وبالرغم من ذلك فإن فئة المجتمع ازداد بالجوع، وبالذات نحن المهمشين لم تصل لنا أي إغاثة إنسانية، فإن الإغاثة تصل إلى بالأغلبية إلى أجيب الناس التي لا تستحقها، وبذلك نجد أن الإغاثة تباع في الأسواق كالبر والتونة والسكر والأرز، لا نجد أي شيء في المناطق، وبالرغم من ذلك نريد أن نطفي هذه نار الجوع، لا نريد الحرية، لا نريد الجوع، الشعب اليمني مظلوم بذلك. إذن تابعنا هذه المشاركات من خلال الواتساب حول الموضوع. لدينا اتصال الأخ بكرين توفيق من صنعاء. أهلا بك بكرين. أهلا وسهلا بكرين. في صنعاء هل تصل المساعدات إلى مستحقيها، وهل هناك انتظام في توزيع هذه المساعدات؟ إذا جينا نتكلم على موضوع مساعدات، أصبح الجميع بحاجة لها لعدة مساعدات، لكن في حالات شديدة المعاناة وتحتاج أكثر من غيرها، وكثير ما تذهب هذه المساعدة غير المستحقين. أما الفئة المحتاجة غالبا لا يستطيع الوصول للمنظمات التي بدورهم تعتمد على علاقات النزول الميداني. أصبح المنظمات تعتمد. طيب باعتقادك اليوم الآلية، طيب بكرين، الآلية الآن المعتمدة لإيصال هذه المساعدات، هل تعتقد أنها مجدية وبالفعل يعني تخدم الهدف المراد من هذا العمل بأن تصل المساعدات إلى مستحقيها، أم يحدث تلاعب؟ يحدث تلاعب كثير، حيث أنه توصل لنسبة 60% مساعدات لغير المحتاجين. شكرا جزيلا لك بكرين. اتصال آخر. وصلنا الآن إلى المحور الثاني في هذه الحلقة، سنناقش فيه معاناة النازحين، وربما المعاناة الأبرز اليوم هي للنازحين محافظة الحديدة. ما أبرز أوجه المعاناة التي يواجهونها وأوضاعهم المعيشية والصحية؟ هل يتلقون الاهتمام اللازم من قبل المنظمات الإنسانية؟ وما دور المبادرات الشبابية والمجتمعية تجاه هؤلاء النازحين؟ ما أبرز الصعوبات التي يواجهها أيضا العاملين في مجال إغاثة النازحين؟ لدينا اتصال. طيب حول الموضوع يمكن قبل أن نبدأ باستقبال الاتصالات نذهب لمشاهدة مشاركات أيضا حول هذا الموضوع، موضوع إغاثة النازحين تحديدا النازحين من محافظة الحديدة من خلال الواتساب، نتابعها معا. الحالة تتأخر، يعني تتأخر فترتها أمي عادة، مثلا إذا جابوا حالة تجلس شهر، شهر ونص، شهرين، ثلاثة شهور، أربع شهور، حتى الناس تخمد جوع، الواحد ينطر يبيع ملابس زوجته عشان يأكل ويشرب، ينطر يبيع ملابس أو يبيع سامانه يشيل الخزان اللي يشرب فيه، يمكن يغسله وينزله يبيعه عشان يجيب قوت عياله. يعني ما فيش متابعة إدارية، ما فيش ضبط إداري، فالوضع هنا يعني كله بشكل عشوائي. ما فهمت لك كيف؟ إحنا هنا جالسين في المخيم ذا مثل سلعة، الناس تبتاع وتشتري فينا، تمام، عشان الواحد يسجل لها ويشوف ويروح ويحصل لها يعني مقابل تشوف هذه وما يجيبها، عشان احنا نصبح الضحيه. فنسجل في اكثر من مره، في اكثر من 1000 في الشهر نسجل 20 مره، يعني لا حياه لمن تنادي. فنسجل وعلى حسابنا الكلام، على حسابنا يرفعوا كشوفات باسماءنا، باسماء المساكين اللي هم في هموم في مشاكل، وفي نفس الوقت يصرفوا عليها الحاجات وتروح. احنا ما نشوف شيء، نجلس شهرين ثلاثة شهور بهذه الحاله، بعد ثلاثة شهور نستلم حاله. يشوفوا الظروف الصعبة علينا والذي عايش فيها والحالة اللي عايش فيها والأمراض التي فيها، أكثرهم أمراض مستعصية وأجاء تعبانين أطفال ومؤوقين. إذن تابعنا هذه المشاركات، تم
تصويرها من داخل مخيم الرباط للنازحين في محافظة لحج للنازحين من الحديدة. اتصال الأخت غدير، هي أيضا تعمل في المجال المدني في صنعاء. أهلا بك غدير. أهلا أهلا أستاذ. غدير، ما هي أبرز احتياجات النازحين برأيك اليوم؟ بالنسبة لصنعاء فبنلاقي إنه بداية دخول الشتاء، فالناس من الطبيعي إنهم يشتاقوا للبطانيات والأشياء الشتوية اللي تكفيهم من البرد. فنلاحظ إنه في بعض ضعفاء النفوس ما زالوا يشتغلوا أسماء المواطنين وتعبئة كشوفات بشكل مستمر. طيب الآن إذا أنت قادر تساعد شخص محتاجك، ليش تهمه وتسجل اسمه؟ أنت ما تقدر تسجل شخص إلا وأنت عندك القدرة إنك تساعده، أو ما تسجلش. صحيح. طيب الآن غدير، الآن أصبحت شيء أساسي وضروري هذه المساعدات، هل هناك انتظام و يعني بشكل دائم تصل المساعدة لهؤلاء النازحين في المخيمات المخصصة لهم سواء في المدارس أو الأماكن الأخرى، أم ربما هي أعمال موسمية فقط؟ هي عبارة عن ضجة إعلامية الأكثر من بعض الجهات، ما أحبش أذكر جهة معينة، بس في ناس يعني زي ما قلت لكم يعتبروا ضعفاء النفوس. أنا في النهاية كأنه أضحك على الشخص اللي قدامي هو بأشد الحاجة لهذا الأمر، ولا أعرف اللي ممكن يفعله. طيب أنت تعملي في هذا المجال الإغاثي، لو تحدثنا عن العوائق والصعوبات. طبعا بشكل مستمر انه احنا كشباب لو اشتغلنا بجانب بعيدا عن جانب المنظمات او المؤسسات المحليه او الدوليه، احنا بتجينا عندنا حالات وبنقدر نساعد حالتين. الحالات هذه بتتضاعف عبر الاساليب، هم يعني الحاله النفسيه بترشح ونقول لهم لا روحوا تواصلوا مع غدير قبل فتره عطتنا. كيف توصلك الحاله؟ ده شديدة جدا. أنا حاليا بتكلم في الأمر المالي أو الأشياء العينية اللي توصل لنا، أما في الأشياء على الأمن وما إلى آخر فحدث ولا حد. طيب هل هناك تفاعل من قبل التجار والجهات التي تريد فعل الخير معكم ومع المبادرة التي تقومون بها؟ طبعا ما زالت الدنيا في خير، ومعروفين اليمنيين بفعل الخير بشكل دائم، واللي كيف على الخير ما كنتش انا فعلت. شكرا جزيل غدير. اتصال الاخر الاخت عبير الامير رئيسه مبادره تعايش من صنعاء. اهلا بك عبير. اهلا وسهلا بكم. عبير، ابرز احتياجات النازحين اليوم بما انكم تعملون في المجال، هل هناك تلبيه لهذه الاحتياجات؟ طبعا النازح اول ما يعني في منطقه الى منطقه صغار بالناس النازحين داخليا يكون اول شيء محتاج لاشياء اللي هي مثل السكن، مثل الاثاث، مثل المواد، تزويد بالمواد الغذائيه، تزويد بالملابس، تزويد كل الاحتياجات اللي ممكن انه يحتاجها اي اسره. إنه النازح يتعرض لضغوط نفسية بحكم إنه بيكون صعب التأقلم عليه من المنطقة إلى منطقة ثانية. طيب ماذا عن الصعوبات والعوائق؟ الصعوبات والعوائق بالنسبة لمن؟ بالنسبة لكم بأنكم تعملون في يعني؟ نعم. الصعوبات والعوائق طبعاً نحن مقابلة ذاتية ما تدعمونا اي منظمات ولا اي سجان ولا اي جهات يعني خاصه، فدعوماتنا بتكون دراسيه، يعني ما بنقدرش نوسع عدد النازحين او نكثر حجم عدد قاعده البيانات للنازحين، يعني ناخذ اكبر قدر ممكن من النازحين بيكون صعب علينا. فاحنا ممكن ناخذ عدد معين من النازحين ونتكفل بهم بحيث كل هذا التكفل بشكل بديهي او بشكل مستدام. يعني ممكن نعمل مشاريع كبيره للنازحين بحيث انهم يوصلوا يقدروا يتأقلموا على الحياه وما يكونش محتاج لاي مساعدات خارجيه او ينتظر لاي مساعده. فبنعمل المشاريع الصغيره للشباب والمشاريع الصغيره ايضا
الفواكه، أو ممكن بنعمل لها دكان المتنجي، والنساء بنعمل لها بمشاريع خفيفة، بنعمل لها تزويد المواد الخاصة بالمشاريع. ممكن واحد يكون عندها هواية في البحر، ممكن واحد عندها هواية في القلادة، بنزود هذه الأشياء. طيب شكرا جزيلا لك يا عبير. اتصال من عدن، الأخ وضاح الأحمدي ناشط ومهتم في هذا المجال، أهلا بك وضاح. هل هناك تحسن في وضع النازحي الحديدة الموجودين في عدن؟ بداية أهلا بك وكل مشاهدين برنامج المنصة قناة بلقيس. طبعا مخيم النازحين في مدينة عدن شهد اليوم حفل تكريمي للمنظمات الدولية الداعمين للمخيم، ايضا كذلك حفل عرس جماعي ل 37 عروس وعريسه برعايه محافظه لحج ومحافظه الحديده. طبعا هذا من الجانب اللي حدث اليوم. اما بالنسبه للمخيم، طبعا المخيم يحتوي اكثر من 500 الى 700 شخص مواطن ومواطنه من اغلب. طيب هذا المخيم يشهد هذه المرة أو في هذا الأسبوع اهتمام ورعاية، يعني قد نقول بأنها جيدة جدا من قبل المنظمات، أيضا مؤسسة الشوكاني إحدى المؤسسات المجتمعية هي تقوم بتوزيع السلال الغذائية. أيضا كنت طبعا انا متواجد اليوم في المخيم منذ صباح اليوم، وشاركناهم في الاحتفال الذي حصل. طبعا هذا بالنسبه. طيب انت الان وفق كلامك وضح يبدو كانك تعمل عمل دعائي ربما لهذه المنظمات، لكن التصريحات التي شاهدناها من داخل مخيم الرباط في لحج، الناس يتحدثون عن معاناه، عن وضع سيء، عن عدم اهتمام. انا طبعا اخي الكريم انا لا اعمل كدعاية للمنظمات أو المؤسسات، إنما هذا الواقع اللي حدث اليوم. أما من جانب الإنسان أو جانب وضع النازحين في المخيم، لا أقول لك بأن الوضع يعني ممتاز أو جيد، إنما هناك حالات مرضية في المخيم تحتاج إلى سرعة إلى سرعة عاجلة في تنفيذ بعض العمليات. بعضهم يحتاج إلى السفر إلى الخارج، بعضهم يحتاج إلى مستشفيات هنا في عدن، لكن المنظمات المتواجدة لديها كمية بسيطة من الأدوية ولكنها لا تكفي، كما بحسب الاستطلاع الذي قمنا به الأدوية لا تكفي. أيضا يعني إنما أقول يعني هناك لمسة يعني يقوم بها بعض الفاعلين الخير، لكن أما بالجانب الحكومي فإن الحكومة تنسى الجانب الإنساني تماما في هذا الوضع. طبعا هؤلاء تشردوا من بيوتهم، وبالنسبة لأبناء أو نازحين الحديدة من المعروف جدا بأنهم ناس بسطاء ويتعاملون بالدخل اليومي، يعني يعيشون دخل يومي، أغلبيتهم لا عندهم وظائف ولا موظفين. لكن لو وصفنا الوضع الإنساني في المخيم يحتاج إلى رعاية صحيحة. شكرا جزيلا لك. هناك بعض الخيام التي تحتاج إلى. طيب شكرا جزيلا لك وضاح الأحمدي من عدن، وشكرا لك. وصلنا إذن لختام هذه الحلقة من برنامج المنصة، نلقاكم في حلقة الأسبوع القادم في أمان الله.